بكم معنا في حلقة جديدة بعنوان إدماج البعد البيئي في التخطيط الاستراتيجي المحلي. أكبر تحدي كتواجه الجماعات الترابية اليوم كيتمثل في صياغة نموذج تنموي قائم على مبادئ التنمية المستدامة والاستثمار الأمثل للثروات والطاقات المحلية، خيارات وتحديات رفعتها المملكة المغربية لجعل الجماعات الترابية قاطرة للتنمية الشاملة والمستدامة. الرهان كبير على الجماعات الترابية لتفعيل قانون الإطار 99-12 اللي كيسهل عملية إدماج البعد البيئي في السياسات التنموية في المجال الترابي بهدف حماية البيئة والتنمية، وذلك باعتبار القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من القطاعات والأنشطة ذات إمكانية عالية للاستدامة وتكريس مبدأ الحكامة البيئية من خلال الشراكات والتعاون مع فعاليات المجتمع المدني أو القطاع الخاص أو مع جماعات ترابية أخرى. كي تعتبر القانون الإطار بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة اللي كي تعتبر هو الإطار المرجعي لجميع السياسات العمومية كي يؤكد على دور الجماعات الترابية في تحقيق التنمية المجالية المستدامة. شنو هي الآليات اللي كتوظفها الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة لإدماج البعد البيئي في التخطيط المحلي؟ كتقوم الوزارة بشراكة مع وزارة الداخلية بوضع الآليات اللازمة لإدماج التحديات البيئية على المستوى المحلي، وهذا الشيء كيكون عن طريق تكوين أطر الجماعات المحلية في المجال البيئي وكذلك المساهمة في تمويل البنية التحتية البيئية والمواكبة التقنية لإدماج البعد البيئي في المخططات التنموية المحلية. وما ننسوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعاً.